السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم زو في فيديو جديد إن شاء الله. هذا الفيديو غادي يكون فيديو توعوي لواحد الفيروس اللي عمل واحد الروينة كبيرة في المغرب، فيروس الـ H1N1. لحد الساعة كاينين 11 وفاة ديال بسبب هذا الفيروس هذا في المغرب، وبما أن الحكومة والدولة ما عملاش شي مجهودات كبيرة باش توعي الشعب بالمخاطر ديال هذا الفيروس وكيفاش يتفادى الإصابة ديالو، لهذا من واجب ديالنا نوعي حنا بعضنا، نفتشوا بعض المعلومات ونوعيوا بعضنا. هذا الفيديو غادي يكون في بعض المعلومات على فيروس الـ H1N1. اول حاجه غادي نهضروا عليها هو فيروس الـ H1N1 فوقاش ظهر. ثاني حاجه غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هو كيفاش هذا الفيروس كيدخل جسد الانسان وكيقتل الانسان. اما ثالث حاجه واخر حاجه غادي نهضروا عليها هي كيفاش الوقايه من هذا الفيروس الخطير اللي كيهدد الحياه ديال الناس. اما الان اول حاجه غادي نشوفوا تاريخ الفيروس من البدايه. في سنه 1918 تمت إصابة الخنازير بالعدوى مع إصابة البشر، وتم التعرف على أول فيروس كمسبب للمرض سنة 1930 وسمي بالـ H1N1. وفي سنة 1998 تحول الفيروس إلى تركيبة جديدة أخطر من ذي قبل عن طريق اكتسابه مناعة أكثر من أجسام الطيور والبشر وسمي بالـ H1N2. وفي النهاية تم التلاحم بين الـ H1N2 والـ H1N1 ليكون لنا H1N1 متطور بطريقة جديدة ومعقدة وهو المنتشر حاليا. كما شفتوا في الفيديو السابق وحول التاريخ ديال ظهور ديال فيروس H1N1 حتى وصل لهذه السنة اللي احنا فيها والتطور اللي هو فيه حاليا. اما حاليا غادي نشوفوا كيفاش الفيروس ديال H1N1 كيدخل الجسد ديال الانسان وكيقتله. عند العطس او السعال يخرج الفيروس من الرداد الخارج من فم الشخص المصاب والذي يحتوي على ملايين الأجسام الفيروسية، ثم يدخل عبر الفم ويتحرك داخل الممرات الهوائية إلى الرئة، وبعد ذلك يبدأ الفيروس بمهاجمة خلايا الجهاز التنفسي ويلتصق ويدخل إليها، ثم تسيطر خلايا الفيروس على خلايا الجسم. يعطي بعد ذلك الفيروس أوامر إلى الخلية المحتلة لنسخ الآلاف من الفيروسات، ثم تبدأ الفيروسات بالتكاثر حتى تنفجر الخلية، ثم تخرج الفيروسات لتنتقل إلى خلايا أخرى في الجسم. تبدأ المناعة في التنبه واكتشاف الفيروس واصطياده والقضاء عليه، ولكن إذا وجد ضعف في المناعة سيتفشى المرض في الجسم ويبدأ بالسيطرة عليه. كما شفنا في فيديو الأول كيفاش التطور التاريخي ديال إنفلونزا الخنازير أو فيروس الـ H1N1 حتى وصل العصر ديالنا هذا، وصل بالتطور اللي وصل فيه هو بالقوة اللي وصل بها هو. شفنا في الفيديو الثاني كيفاش إنفلونزا الخنازير أو H1N1 كيدخل وكيقتحم الجسم وكيقتل جميع الخلايا الحية في الجسم، وهذا ما كيؤدي بالمرض وبالوفاة لا قدر الله من هذا المرض. لكن في الفيديو الثاني اللي غادي نشوفوه هي كيفاش نحميو راسنا من إنفلونزا الخنازير أو فيروس H1N1. كيف نقي أنفسنا من الإنفلونزا؟ الإنفلونزا العادية غالبا ما تصيب الأشخاص ذو المناعة الضعيفة كالأطفال والكبار في السن، إلا أن إنفلونزا الخنازير تصيب بشكل كبير في البالغين. ارتفاع درجة الحرارة تكون أكثر من 38، ألم في الجسم، السعال الجاف، الاحتقان في الحلق والإمساك والقيء، غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، استخدام قناع الوجه في الأماكن المزدحمة، معرفة الأعراض جيدا، وإذا ظهرت الأعراض عليك أو على الناس المقربين سارع في زيارة الطبيب. تجنب اللمس العيني والأنف أو الفم بعد العطس. تجنب المصافحة والعناق. عزل المصاب لمدة لا تقل عن أسبوع. إذا رأيت شخصا مصابا بإنفلونزا حافظ على مسافة بينكما وبينه لا تقل على متر. تجنب السفر في الأماكن المزدحمة. استخدم مناديل ورقية عند السعال. إلى هنا يكون هذا الفيديو ديال اليوم كان فقط فيديو توعوي على فيروس الـ H1N1 ولا إنفلونزا الخنازير. كنتمنى من صميم القلب أي واحد غادي يشوف هذا الفيديو يتيليشارجيه ويعاود يبارطاجيه ولا يبارطاجي اللين ديالو مع الناس كاملين باش تعم الفائدة لكل شيء وكل شيء يعرف الأعراض ديالو باش نحميو راسنا، لأن الوقاية خير من العلاج. وكنتمنى من صميم القلب ما تدخلوش عليا بالضغط على اللايك، ايضا عملوا سبسكرايب لاشين باش يوصلكم كل جديد، ايضا كتبوا لي كلمه مزيونه في كومونتير. الى هنا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.